السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معانا أعزائي المشاهدين. بما إن الحصر اتفك ففي قواعد لازم إن شاء الله تمشوا عليها وتتبعوها علشان تقدروا تتعايشوا مع فيروس كورونا. القواعد دي بكل أمانة أنا قرأتها على صفحة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب. فدلوقتي عشان تقدر تحافظ على نفسك وعلى أهلك واهل بيتك، لو في مثلا اطفال او في حد كبير في السن، لازم هتعتبر ان اي حد بتتعامل معاه كانه عنده كورونا بالظبط. فبالتالي هتاخد كل احتياطاتك بحيث ان انت ما تنقلش عدوى من خارج البيت لداخل البيت. وفي نفس الوقت لما بتكون بتتعامل مع الناس خارج البيت هتخلي بالك كويس جدا بحيث ان انت نفسك ما تتعديش. وعايزاكم بقى تحفظوا ال20 قاعده دول لانهم مهمين جدا جدا جدا. حاولوا بقدر الامكان ما تخرجوش من البيت نهائي الا للضروره القصوى. يعني لو في حاجه مهمه اخرجوا من البيت، لو ما فيش حاجه مهمه حاولوا تخليكم في البيت كانكم في حظر عادي، وخصوصا الناس اللي عندهم سكر، عندهم ضغط، عندهم كلى، ناس مرضى القلب، والناس اللي عندهم سمنه مفرطه او اي مرض من الامراض المزمنه. لازم نحافظ على نفسنا كويس جدا ونخلينا موجودين في البيت. وكمان الاطفال الصغيرين اللي مناعتهم ضعيفه والناس كبار السن. لكن لو عندك شغل مثلا او مشوار مهم جدا يبقى لازم تاخد الاحتياطات اللازمه وانت خارج من البيت، زي مثلا ترتدي الماسك بتاعك وترتدي الجلافز بتاعتك والكحول يكون معاك دايما باستمرار. طيب دلوقتي لما نخرج ونشوف ناس مش شفناهمش من زمان جدا، فاحنا هنمشي بالقاعده اللي بتقول مش هنسلم، مش هنبوس، مش هننشر الفيروس. يبقى احنا مش هنسلم على حد من بعيد لبعيد كده. عارفين سلام الناس اليابانيين اللي هم بيعملوا كده، او السعوديين اللي هم بيعملوا كده كده بس من بعيد، لكن لا تصافحوا حد ولا احضان ولا تاخدوا حد بالحضن ولا تبوسوا حد، من بعيد لبعيد كده يبقى السلام والقلوب مسلمه ومسامحه مع بعضها. يبقى احنا بنحافظ على نفسنا وكمان بنحافظ عليك، يعني بنحافظ على غيرنا. فهتكون دي القواعد المتبعه. هنحاول بقى بقدر الامكان ان احنا ما ناكلش اكل من الشارع، يعني اي اكل من بره ممنوع بالنسبه للناس الموظفين اللي هم بيتجمعوا كده مع بعض وبيفرشوا الاكل وبياكلوا مع بعض الفطار الجماعي بتاع الصبح وبيشربوا شاي مع بعض، وطبعا الكوبايات متداوله من هنا لهنا ومن المكتب ده للمكتب ده. فيا ريت نمنع الموضوع ده نهائي جدا في الفتره دي لغايه ازمه الكورونا ما تعدي على خير. هنحاول بقى بقدر الامكان ان احنا نحافظ على مسافه الامان اللي بيننا وبين بعض اللي هي متر ونص، وخاصه في الاماكن الحكوميه والمحلات التجاريه وزي السوبر ماركت مثلا. لازم نخلي مسافة بيننا وبين الناس، ولازم يكون عندنا وعي كافي لاتباع القواعد دي وتطبيقها. هنستعمل معانا مناديل للكح أو العطس وهنتخلص منهم بأسلوب آمن. لو مفيش مناديل يبقى هنا هنكح أو هنغسل، لكن مش في الجو كده لأنه بيفضل في الجو حوالي 9 ساعات. أي حد نعدي من المكان لو في حد كح فيه أو عطس فيه بيلقط منه العدوى مباشرة. وطبعا بالنسبة للناس اللي بتكح او بتعطس بيكون داخل الماسك، يعني مش هنشيل الماسك من بقنا وبعدين نعطس في الهواء الطلق وبعدين نغطي الماسك تاني. وبعدين بعد ما نكح او نعطس في الماسك نقدر بكل سهولة ان احنا نغيره ونلبس ماسك تاني يكون نظيف وناشف مفيش فيه اي رذاذ من الكح او العطس بتاعنا. يبقى احنا حمينا غيرنا واتبعنا طرق الوقايه والسلامه علينا وعلى الجميع، علشان احنا كلنا لما نتعاون هنقدر كلنا نعمل كنترول على الفيروس ده ونقدر نتخلص منه بسهوله، او على الاقل هنقدر نضعفه ما يبقاش بالشده والقوه اللي هو منتشر بيها في كل مكان. يبقى احنا بوعينا وبارادتنا وبايدينا نقدر ان احنا نسيطر على الفيروس ونقدر ان احنا نقلل الحالات ونقلل انتشاره بقدر الامكان، وفي نفس الوقت قدرنا نخرج ونمارس حياتنا الطبيعيه وكمان نقضي مصالحنا الحكوميه او مصالح البيع او الشراء او اي حاجه احنا كنا محرومين منها ايام الحظر.
وبالتالي هنكون استفدنا اعلى استفادة ممكنة. طبعا قبل ما نخرج من البيت هنعقم ايدينا كويس جدا، او على الاقل هنغسل ايدينا بالمية والصابون لمدة 20 ثانية. ماسكنا في وشنا وحلنا في ايدينا، ولو قدرنا ناخد اكتر من ماسك معانا هناخده معانا للضرورة ولو حصل اي ظروف. طيب احنا عندنا دلوقتي النوادي هتفتح والكافيهات والسينمات وكل حاجة هتفتح. طيب احنا دلوقتي نحاول بقدر الامكان ان احنا ما ننفتحش جدا وما نخرجش غير للضرورة القصوى، يعني بلاها سينمات بلاها كافيهات، نحاول قدر الامكان ان احنا نتواجد في بيتنا زي ما كنا متواجدين ايام الحظر لغاية ما الفترة دي تعدى على خير. واتمنى ان انتم جميعا او ان احنا كلنا يكون عندنا الارادة الكافية والوعي الكافي علشان نحاول نخلص انتشار الفيروس بقدر الامكان. طيب لو اضطرينا نخرج ونروح تمارين او نروح جيمات، حاولوا بقدر الامكان يكون في بينكم مسافة كافية جدا بين الافراد، بحيث ان احنا نحافظ برضو على التباعد الاجتماعي، بحيث ان برضو لو في حد لا قدر الله عنده كورونا او حامل الفيروس ما يأذيش غيره وما يعدموش. وكمان زي ما احنا عارفين ان فيروس كورونا ده لو موجود عند شخص بيقعد حوالي من اسبوع لاسبوعين مش ظاهر عليه اي اعراض نهائيا، فاحذر انك تتعامل مع شخص يكون حامل فيروس كورونا لكن الاعراض مش ظاهر عليه، لانه بسم الله ما شاء الله مناعته قوية، لكن ممكن يتنقل بسهولة جدا لشخص تاني مناعته ضعيفة. طبعا الدكتور بيحذر من الخروج للكافيهات والمطاعم، يعني لو حد اضطر للضرورة القصوى ان هو يخرج ويروح كافيهات او يروح مطاعم، فلازم ان هو يستعمل الاكواب الديسبوزابل والاطباق الديسبوزابل اللي هي بتتربى على طول فور انتهائها، وبرده المعالق الديسبوزابل. واحنا كمان بنطالب اصحاب الكافيهات واصحاب المطاعم ان هم يقدموا الاكل بتاعهم في الاطباق اللي هي الديسبوزابل دي، علشان كل واحد بعد ما يخلص وجبته تترمي على طول الاطباق والكوبايات بتاعته والمعالق ومفيش حد تاني يستخدمهم غيره. خلوا بالكم بالنسبه للناس اللي هيروحوا الكافيهات، الشيشه من اخطر الحاجات اللي بتنشر فيروس كورونا وبتنشر كل الاوبئه، ده بناء على معلومات جايه من منظمه الصحه العالميه على مستوى العالم. طيب لو ركبت مثلا مواصلات عامه ولقيت السواق مش لابس الماسك على وشه، هتعمل ايه؟ هتقوله لو سمحت البس ماسك؟ لو مرضاش يسمع الكلام وملبسش الماسك بتاعه يبقى معلش هتقوله انا اسف ومش هتركب معاك، فهيضطر مجبر ان هو يلبس الماسك علشان ما يخسرش زبون، وده لو تم هيكون امان له وليك انت كمان، وبالتالي احنا هنمنع انتشار العدوى بين الناس وبعضها. خلوا بالكم لما تيجوا تركبوا اسانسير مثلا او تدخلوا بيوتكم عشان تستخدموا الاكرة او كبس الكهرباء، حاولوا بقدر الامكان تستخدموا الكوع، وان لم يكن ممكن تستخدموا المناديل الورقية في فتح أكر البيبان أو في استخدام كبس الكهرباء، فبالتالي لازم نخلي منها كتير جدا في بيوتنا واحنا خارجين وفي كل مكان، علشان احنا خارجين من بره لسه ما قمناش ايدينا، فبالتالي نحمي اهل بيتنا ونحمي كمان الناس اللي هيركبوا الاسانسير بعدنا، وكمان تحمي نفسك من اي حد يكون استخدم ازرار الاسانسير قبلك يكون مش واخد احتياطاته ومش معقم نفسه. نخلي بره فوق المشايه اللي قدام باب الشقه فوطه او حاجه تكون بميه وخل، بحيث ان احنا لما ندخل البيت نمسح فيها الشوز قبل ما ندخل البيت، ده حاجه. الحاجة التانية ممكن نستخدم اللي هو الكفر بتاع الشوز. الحاجة التالتة ممكن ان احنا نسيب الشوز بره ما ندخلهوش البيت لغاية ما نتعقم كويس جدا، وده يكون افضل شيء. خلي بالك طول ما انت بره البيت حس دايما ان الفيروس موجود على ايدينا، فممنوع منعا باتا لمس العين او الانف او الفم طول ما انت خارج البيت، سواء كنت لابس جلافز او مش لابس جلافز، وحاول قدر الامكان وانت بره البيت تغسل ايديك بالميه والصابون ان اتيح لك ذلك، او تعقم ايديك بالسبيرتو او الكحول، او لو معاك هاند جيل دايما عقم ايديك باستمرار، ومع ذلك برضو ما تلمسش عينيك ولا انفك ولا فمك برضو، تمام؟ لان هو فيروس صغير جدا
لا يرى بالعين مجرده. يعني الفيروس ده ممكن تعقم ايديك وتسيب المكان اللي فيه الفيروس اللي هو تحت الاظافر مثلا. فهو احسن حاجه للتعقيم بعد ما تروح البيت طريقه غسل الايدي بالطريقه السليمه الصحيحه اللي هي اتعلمناها من زمان مع بدايه انتشار الفيروس. طيب لو في ناس مضطرين جدا ان هم يجيبوا اكل من بره، الناس دول لهم حل برضه، يتعاملوا مع ناس اصحاب مطاعم موثوق منهم جدا، وساعه محاسبه الدليفري لازم يكون مسافه بيننا وبينه حوالي متر ونص، ونخلي بالنا في التعاملات الماليه لما يجي لنا فلوس من خارج البيت لازم نعقمها، ولازم لما نتناولها في ايدينا نعقم ايدينا كويس جدا. بالنسبه للاكل اللي جاي من بره نحاول نحطه في الميكرويف او نحطه في الفرن كام دقيقه لغايه ما نقتل الفيروس بحيث ان احنا ما نتعديش منه. لو مضطر تروح مراكز او عيادات خلي بالك ان انت لازم طبعا هيكون معانا سبل الوقايه الماسكات والجلافز. بالنسبه للكراسي اللي احنا هنستعملها يكون معاك منديل وتمسحها كويس قبل ما تقعد عليها، وتمسحها برضو بعد ما تقوم من عليها عشان تتركها لغيرك نظيفه. وحاول لو انت رايح ما تاخدش معاك مرافقين، يعني بقدر الامكان ما تاخدش معاك مرافق، وان اتحتم الامر يبقى تاخد معاك مرافق واحد بس. خلي بالكم علشان مفاتيح محاربه الفيروس ومفاتيح المناعه القويه هي ايه؟ هي الاكل الصحي اللي احنا قاعدين ننادي بيه طول السنين هنا في القناه، وممارسه الرياضه، وكمان النوم الكافي، والحاله النفسيه والمزاجيه القويه جدا من الحاجات اللي بتواجه عندنا فيروس كورونا. واهم حاجه كمان خلي عندك ثقه في ربنا عاليه جدا، ثم ثقه في نفسك، وخليك على يقين تام ان ربنا سبحانه وتعالى هيحميك. ودايما ادعي ربنا، ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ مصر جميعا ويحفظ كل شعوب العالم ان شاء الله من الازمه دي، وتعدي على الجميع على خير. واشوفكم على خير في فيديو جديد، انتظروني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.